Aïe, ah, je sais même pas misérable dire. C'est un truc de malade. Ok, ok, ça y est. Salam, qui dérin, la bas alikom, kent mnet kono becher, wa la khair. Ayo, ma bqit j'arfa chno gadi nqol. Smahouli. Shahrayn ou ziyada, ma hlit la caméra, bach nglis haka, ou ndir chi vidéo. عرفتوا فوق وين كنعمل المحاولات باش نكون ترونكيل يمكن نقدر نخلي لكم شي لقطات يمكن ما نقدرش نخليهم دو فاصون قبيله وانا كنحاول باش نعمل هذه المقدمه وما قدرهاش جاتني بحال لي ما عرفتش بحال لي طالعه لواحد المنصات غني وكاين بزاف الناس كيشوفوا فيك وما عرفتهم تعرف فيك الهضره دو فاصون صافي شهرين وزياده وانا ما حاطه حتى فيديو في القناه ديالي ديجا يعني كان واحد القرار ديالي وديجا كنت كنقلب على خدمه ولقيتها الحمد لله دابا راه خدامه ويعني ما كيكونش بزاف ديال الوقت بحال ديما المهم دو فاصون ما ندخلوش في التفاصيل كنتمنى تكونوا بخير وكل شيء كنتمنى تشاهدوا هذا الفيديو ما تكونوش نسيتوني ولا حيدتوا ابوني ديالكم بالقناه المهم علاش تعطلت بزاف شهرين تقدروا كاين سيغتان البنات كانوا سولوني قالوا لي واش ما بقيتيش ديري في اليوتيوب واش ما تبقايش ديري الفيديوهات في يوتيوب قلت لهم لا نبقى ندير ولكن غي كنت كنستنى يطلعوا لي زابوني شويه يعني بيني وبين راسي كنت كنقول يكمل اللي كندير ما كيعجبلهمش حيت كانوا معايا دي زابوني كوم يمكن معايا شويه مي لي فيديو ديالي ملي كنحطهم ما كيشوفوهمش بزاف الناس يعني ما كيوصلوا كيكون شهر محطوط وفيه غي سون فو ولا 200 ولا شي حاجه بحال هكا كنت كنقول يمكن فيديوهات اللي كنحط ماشي في المستوى يمكن ما كيعجبولهمش الو قلت نجلس مع راسي نشوف نفكر واش نقدر نكمل ولا لا وفي هاد الشهرين لقيت لي زابوني زادوا الحمد لله يعني زادوا شويه ما كرهتش يتزادوا كثار وهذا ولكن توت فاسو قلت كلشي في يدي الو غير كنت كنعمل الجديد وكنت كنعمل لي فيديو اللي كينالوا الاعجاب ديالهم حتى انا خاصني نخدم عليهم مزيان وخاصني نفكر في لي زيدي يعني اللي يكونوا جداد وهذا وحتى نتوما ما تبخلوش عليا البنات في التعليقات قولوا لي شنو بغيتوا مني ندير لكم ما نطولش في المقدمه اليوم جيت معكم بواحد الفيديو جديد كيف كتشوفوا هنايا فين ساكنه انا في فرنسا كيوجدوا كلشي الناس كيوجدوا في هذا الشهر دابا 25 في هذا الشهر كاين نويل كيديروه لاغلبيه المسيحيين وهذا ولكن حنايا المغاربه بصفتنا كيعجبنا الاحتفالات فين ما كاينه شي حفله كيعجبنا نتحشوا فيها فين ما كاين شي حاجه فيها الكادويات كنحماقوا تشدوا الكادويات فوالا حنا نورمالمون في اي عام كنا كنديروا نويل يعني كنعطيو الكادويات للدراري صغار ماشي لينا الكبار كنعطيو الشكلاط وديكشي عرفتوا ولكن صار هنايا كيشريو الماندا ديالهم ديال شهر 12 كتمشي لهم كلها في الكادويات يشريو الكادويات للصغار الكبار المهم راكم عارفين توت فاسو انا عارفه بلي حنا ماشي دي كريتا وهذا المهم العام ديال نويل ما لا علاقه مع الاسلام هذه لا علاقه يعني ولا كنتو كتفكروا بلي شي حاجه في الاسلام لا علاقه بالاسلام وعارفه بلي ما خاصش الاحتفال به هذا المهم توت فاسو العام اللي فات كنت دايره سابا ديك سابا نويل كيعجبني ماشي حيت انا ماشي مسلمه ولا بالعكس مسلمه وهذا ولكن كيعجبوني الحاجات اللي فيهم احتفالات الروتين هو اللي خايب اي حاجه فيها شي حاجه خارج الروتين كيعجبنا وحتى في المغرب الا مشيتو تخرجوا تشوفوا كارفور وهذا وكيسميتو تلقاو تما سابا نويل وكاين بزاف الناس لابسين بابا نويل دايرين ديكوراسيون دو نويل يعني ماشي حيت غادي يخرجنا داكشي من الدين ديالنا ولكن غير كيعطينا واحد الحاجه نتاع شي حاجه جديده راكم عارفين بحال العيد الكبير العيد الصغير المهم شي حاجه جديده اي فوالا فوالا واليوم بالمناسبه ديال لا فان د لاني اللي ما كيعجبو اللي ما كيديرش نويل بحال حنا ملي كنا في المغرب في الحسيمه اكزاكت يعني في المدينه ديالي اكزاكت ما كنديروش نويل يعني نويل ما كنديروش كيكون جوست ولا لقيتي شي مكازا حاطة على برا ديك سابا ولا ماشي سابا كاع يكونوا غير ديك بيغ نويل ولا ديك الورد ولا ديك شي حاجه شي دو شي لعيبه ماشي شي حاجه حيت المدينه ماشي كبيره هي صغيره اي فوالا فوالا وكاين لا فادلاني ولكن العام الجديد ديما كنا كناخذوا طارطه للدار الكاطو طارطه كاطو للدار والمهم كنحتفلوا بالعام الجديد يعني اي عام جديد كنا كنديروه في المغرب وهذا وبالمناسبه راه كاين دابا علينا العام الجديد ونويل في الابواب على داكشي طولت المقدمه جاب لي الله ماشي جاب لي الله طولتها وبزاف كنتمنى ما تملوش مني والفيديو يكون قصير وتحفزوني مزيان مزيان باللايكات ديالكم المهم دو فاصو جيت لكم بالبارفات ديالي بريفيري اللي كيعجبوني فيهم ديال الصيف وفيهم ديال الشتاء والاغلب شحال عندي هنايا عندي بزاف ديال البارفانات وهادو اللي اختاريت يعني من بين هادوك اللي كيعجبوني واللي زوينين واللي موجودين في اي بلاصه
المهم بغيت نعطي لكم منها افكار ولا بغات الا بغيتو تشريو شي كادويات لخواتاتكم ولخواتاتكم صحاباتكم حيت ما عنديش انا شي حاجه درجه غير البنات غير بارفان هاد المراوات يعني الا بغيتو ديروا كادو لفضلاني ولا وانتوما نيت دابا كاينين لي سولد باغيين تشريوهم صراحه مزيونين بزاف انا الصراحه ما نكذبش عليكم في البارفانات ما كانش ريحه بارفان باسكو كيجوني غاليين ملي كنت في المغرب كنت كنشري باسكو ما كاينش اللي يشري لك البارفانات فهمتي ولكن دابا ملي راه كاينه كلشي موجود سيفورا كاينه اي كادو يكون عندك لانيفيرسير يدور بحال مراد باغ اكزومبل راجلي يدور اما يجيب لي الحوايج داكشي اللي كيعجبني اولا بارفان والحوايج اولا ساعه والحوايج المهم ضروري يكونوا الحوايج انا كنحماق الحوايج شي حاجه سميتها الحوايج كتهبلني المهم تتفاسوا حتى الماكياج حتى الماكياج كيعجبني ولكن الماكياج كيعجبني انا اختاره حيت ما عرفتش يمكن ما يجيبولي شي حاجه اللي تعجبني تتفاسوا المهم اختاريت هنا شحال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لا هنا بزاف عطوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بارفانات 11 بارفانات واللي كيعجبوني بزاف والثمن ديالهم كاين اللي طالع وكاين اللي عادي واللي في متناول الجميع المهم توتفاسو غادي نخليكم مع الفيديو كنتمنى ان الاعجاب ديالكم مشينا للفيديو ويلا ولي كوكو نبدا لكم باول بارفان البنات اللي هي هذه هي كسميت هذه مراد ديال الحرب اللي هي مع سامي اللي كتسمعوا شي صداع المهم راه سام ولا صعيب 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 عنده عام يلا دوزنا لانيفيرسير ديالو دوماج ما صورت والو على داكشي المهم راه طلعت شي تصويرات فيسبوك وهذا مي يعني ما صورت شي حاجه ما كانش عيد الميلاد اللي هو كان عيد الميلاد عادي بين شويه ديال لافامي وصافي المهم فرحنا به جلو بيجلو واش هاد السميه المهم اللي كتعرف تقراها احسن مني راه تقراها احسن مني جلو انا هادشي اللي فهمت بي جلو ولا ما عرفت المهم غادي تبان لكم توت فاسون هاد البارفان جابها لي الحما ديالي باباين مراد هو اللي جابها لي شراها لي كان مسافر للمغرب ومني جا وفي الطياره هو اللي جابها لي المهم الاغلبيه ديال هاد البارفانات راه كادو ماشي انا شريت لكم شوفوا هاد الكولي اللي عنده هنايا كيحمق انا هادشي اللي عجبني بزاف وفي الاول مني شميتها عرفتوا الريحه ديال البيبي ريحه البيبي فريمون ديك الريحه تاع الدراري الصغار اللي نقيه وصفيه يعني اش غادي نقول لكم واحد الريحه اللي زوينه بزاف صراحه هذه وليت كنديرها عرفتوا جابها لي دابا تقريبا عام وعاد بديت كنديرها يلا بديت كنديرها مع كنت كنستعمل البارفانات ديالي ويلا بديت نديرها وصراحه عجبتني بزاف ريحه ديالها نقيه بزاف كنحس براسي من نهار اللي كنديرها بحال اللي دايره ديك البارفانات ديال ساره ديال ولدي وهذا المهم تتفاسو زوينه بزاف والريحه ديالها ديال ديك الورد الابيض ما عرفتش ما كنفهمش مزيان في هذا الشيء حقا ولا قلت لكم النوع ديال الريحه ما تضحكوش ما تضحكوش راه زعما اللي مكلخ في ديك النوع نتاع الريحه ويختار هذيك السميه ولا نجبد ديك السميه زعما نشم هذه الريحه ونبقى نقول لكم هذه الريحه نتاع زهرات الياسمين ولا شي لعيبه ولا الريحه ديال الخشب انا بالرق ما تقشع هذه الهضره كنقولها ديما بالرق ما تقشع المهم تتفاسوا هذه ريحه البيبي هذه ريحه البيبي والبنات اللي كتعجب لهم ديك الريحه اللي كان مخفيفه وهذا غادي يحمقوا عليها واللي فيها زوين كتبقى نهار اللي كديرها في الحوايج تقول كتزيد زيان يعني كتزيد زيان على هادشي ماشي مجهده للصيف تكون بارفيت والشتوى انا كنديرها وكتبقى لي في الحوايج يعني حتى في الشتوى من ديك الريح وديك الشيء ما كيديش الريحه ديالها صراحه مزيونه بزاف والثمن ديالها ما غاديش يكون شي ثمن غالي يقدر يكون معقل شحال كان قالت لي الحمات ديالي قالت لي راه شراها لك عمك وقالت لي وقيله واش 29 اورو ولا 30 اورو المهم في الطياره موجودين وتقدروا تلقاوها سوغ انترنيت ولا ما عمر قلبت عليهم مكتوب هنا هاد جلو ولا ما عرف كي كتقرا المهم نتوما اللي كتعرفوا هاد لا مارك قولوا لي كيف كتقرا جلو انا بقى نقول لها جلو المهم زوينه بزاف البنات هادي بالنسبه لهادي زوينه بزاف كهديه ورخيصه وصراحه زوينه وكتبقى انا هادشي اللي عجبني فيها صراحه هادي بالنسبه للاولى والثانيه طين طيرين اقدم لكم بارفان ديال كوم ان ايفيدونس كوم ان ايفيدونس كوم اون ايفيدونس انا كنقول لها ايفيدونس تو سامبلومون راكم عارفينها
كاملين جو كرو واللي ما كتعرفهاش غادي تمشي كتجري الايفروجي وغادي تمشي تاخذها باسكو هاد البارفان فوق ما كنديرها وفين ما درتها ما كيعيا حتى شي واحد ما يقول لي كي دايره البارفان اللي دايره كيما داير هاد الانسان اللي غايشمها فيا كيعرفني ولا ما كيعرفنيش يقول لي كيما دايره كي دايره هاد البارفان اللي هنا هادي في الحسيمه في المدينه فين ساكنه معروفه ام فوا دوزي حدا جوج حدا تعرف كي دايره ايفيدونس باسكو حنا كان عندنا تما واحد ايفروجي وقيله ايفروجي كاين هي واحد في الحسيمه وعندو دي بارفان وهادي تما كدير 40 نفر يعني لا واقيله كنا كناخذوها ب 50 الله اعلم ب 500 درهم ولا 450 درهم 450 درهم ولا 500 درهم اللي كانت كدير وكنا كناخذوها وزعما مني كتاخديها وكترشيها عرفتوا شحال كتبقى ولا هادو هما البارفان هاد الماركه اللي كانوا عندنا تما ومن بعد تحلت تما واحد الحانوت في الحسيمه اللي كيبيع ديك الماركات وهادو عاد تما نتاع 1500 1000 درهم راكم عارفين ولا ما عندناش تما شي سونتر كوميرسيال ولا فين تلقاي كلشي ايفروجي كان عندهم لي بارفان زوينين صراحه وعاد 500 درهم كانت كتجينا غاليه فوالا المهم راه فيهم الصغيرين والكبار فيهم اللي رخاص وفيهم الكبار المهم هادي ايفيدونس البنات كنصحكم انا هادي شري وعاود شري وعاود شري وعاود شري هادي الكوليكسيون ديالي انا ديما كنشري هي هادي فاش كنعطي فلوس الوحيده انا بارفانات كاع ما مرسليش راسي هادي الوحيده اللي نقدر نشريها حياتي كامله ونبقى بها هي هي فهمتي كنهضر مع صاحبتي فهمتوا المهم هاد البارفان زوينه بزاف وكنصح بها اي واحد بالنسبه للريحه مجموعه الزهور كلشي الزهور مخلطين ومكونين بهم انا عيطه اللي هو واحد العطر اللي ما عليه حتى هضره وهذا العطر بالمناسبه هذا ما شريتوش حيت عطاتو لي ايفروشي من قوه كنمشي كنشري من تما بزاف د الحوايج جمعت لي بوا بزاف وعطاوه لي كادو المهم زوين بزاف كيحمق هذا كنصح به اي بنت وكلشي هاد البارفانات اللي عندي غاليين غادي نوري لكم ما جاي في الطريق انا كنصحكم هي بيفيدونس لمن ما عطيتوها ولمن ما خديتوها زوينه بزاف 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 هادي اوكي وعندي هادي امور امور اللي ما كانش عجبتني شويه كانت جاتني مجهده مي ابري دابا ولات البريفيري كنديرها دابا يلا بديت فيها هي وهاد هادي اللي قلت لكم ريحه ديالها بحال البيبي وليت هما اللي كندير دابا زوينه بزاف البنات هادي شراها لي مراد وقيله بلا مناسبه خداها لي بلا مناسبه المهم خداها لي ريحه ديالها مجهده انا من النوع اللي ما كيعجبنيش ديك ريحه المجاهدين بزاف ولكن هذه انفو كترشيها مجهده كتجلسي شويه كيمشي لها ديك الجهد وكترجع مزيونه بزاف المهم شنو غادي نقول لكم على الريحه والله ما عارفه البنات توتفاسو زوينه ولا كانت حداكم ديك النوع اللي كي صراحه هي في الاول مجهده بزاف ولكن ما عرفتش واش ريحه الفواكه ولا الزهور ولا والله ما عرفت البنات مهم توت فاسو الريحه ديالها مزيونه هي مجهده شويه والبنات اللي كيعجب لهم البارفانات المجهدين هذه تصلح لهم في الصيف واللي ما كتعجب لهمش الريحه مجهده هذه تصلح لهم في الشتوى ترشوها وتخرجوا كتبرد وكترجع الريحه ديالها كتحمق مهم بالنسبه لهذه عندي امور الاثمنه البنات والله ما عارفه ولكن هذه الثمن ديالها ما عرفتش شحال تكون كدير يعني ما عرفتش ما جبت لكمش الا ما عكستش واذا عندي الوقت راه غادي نقلب لكم على ليليا ديالهم كاملين من غير هذه ايفيدونس ساعه غير باسكو راه كاينه في اي ايفروشي في المغرب وقلت لكم الثمن ديالها دو فاسون نقلب لكم على ليليا ونحط لكم في لا بارون فو دام فو ولكن الا عكست راه ما نخلي لكمش وعندي الثالثه راه حنا في الثالثه لا الرابعه والرابعه هادي ديال جيفانشي نطقتها مزيان هادي ديال جيفانشي اللي زوينه بزاف هادي نقدر نقول لكم فيها ديك الريحه ديال الخشب لي فلوغ الخشب لا البنات ماشي لي فلوغ الخشب وقيل المسك هاتوا نخترع عليكم شي سميه اللي ما كايناش استناو الخشب هادي سي سيغ حيت عارفه واحد البنت ورات لي ريحه ديال الخشب كي كتكون حيت كانت عندها واحد البارفو ورات لي ديك حيت ما عنديش لابواط ديالها لا فيها ديك الريحه ديال الخشب وفيها الريحه ديال ديك المسك بحال المسك وشي فلوغ باينه هادي ولكن الصراحه مزيونه صراحه والله الا زوينه للصيف والشتوى زوينه هادي عطاتها لي وقيلا خالتو رشيده الا بقيت عاقله عطاتها لي خالتو رشيده خالتو ديال مراد مزيونه عجبتني هادي اوكي بالنسبه لهادي هادي عارفه الثمن ديالها 1050 درهم 1100 درهم هكا كتوصل
عندي هنايا هذا البارفان اللي راه هي معايا 3 سنين تبارك الله. كنت باقا في المغرب مني جابها لي مراد، كنت باقا في المغرب وقيله شي عامين ونص دابا ولا 3 سنين. شوفوا فوق جيت انا هنايا، جيت في 21 في شهر 4، باقي ما كملتش 3 سنين، باقي ما كملتش 3 سنين. المهم كنت فاصل كنت باقا في المغرب مني جابها لي، واللي حمقني فيها اكثر هي شوفوا كي دايره البارفان زوينه بزاف. وباش تشوفوها بلي ما تسالاتش حيت ما كانتش عجبتني بزاف تو سامبلومون، ومن بعد عرفت باللي لا راه زوينه. المهم راكي كتعرفوا ملي كتجي لكم واحد البارفوم ما كتعجبلكمش ليكم، ومن بعد ملي كترشوها وكيقول لكم شي حد شنو هي النوع ديال البارفوم اللي دايره زوينه، داك الساعه كترجع كتعجب لكم سبحان الله، واخا تكون ما عجبتلكمش اي وجالسه في الارض رجلي مات. هاي داك نطيح دابا الكاميرا. المهم هادي كتحمق لوليتا لامبيكا، كان عنده واحد البلاستيكه هكا دايره بحال ان بواني هكا تهرسات عادي سي نورمال فوالا. والريحه ديالها البناتكم مجهده شنو فيها في هادي، فيها الريحه زعما سيترون ديك تفتفه، ولكن لا مزيونه بزاف. انتما الا كانت حداكم شي مكازا اللي كتبع لي بارفان غادي تمشيو تشموها، صراحه مزيونه على حسب الذوق ديال الناس، هادي مزيونه وتصلح للصيف وتصلح حتى للشتاء، ماشي مجهده بزاف صراحه، واقيلا تصلح للصيف، تصلح للصيف زوينه ولكن ماشي خفيفه ثقيله شويه، عرفتوا ديك النوع نتاع الصيف ولكن ثقال شويه في الشمه. المهم زوينه بزاف البنات عجبتني هادي، حتى هي كتكون هكاك قولوا داك 900 درهم، 900 درهم، 1000 درهم، تما وصف مابقيتش عاقله ولكن تما وصف. حيت انا هاد لي طاي اللي عندي، عندي لي طاي كبار، هادي 80 مليلتر وقيلا تكون كثر من 1000 درهم، على حسب ملي كيكونوا 50 كيكونوا 1000، كيكونوا 800 درهم، على حسب الثمن. مهم عندي هادي دابا شحال، 1 2 3 4 5، هادي 5 برفانات. وعندي هادي اللي ديما كنشطر، كي كنقول كنشطر فيها والله الا كنشطر فيها الا بغيت نقولها، راه هي عندي قبل من ديك لوليتا لامبيكا، يعني هادي 3 سنين حتى هو مراد اللي هو اللي خداها لي في مني الله، كنا كنتعرفوا ديك لا ماشي كنتعرفوا مني الله، كنا تخطبنا وديك تفاتف. المهم جاب لي هادي كانت زوينه شونز دو شانيل، الريحه ديالها مزيونه يا البنات، ما عرفتش ديالاش ولكن المهم الريحه ديالها كتحمق كتحمق. هادي د الشتوى واشكاني كندير منها شويه شويه ونعاود نخبعها باش هيدا ما تسالاش، حيت صراحه غاليين كديروا 1500 درهم، 1600 درهم، على حسب فيهم بزاف الانواع، هادي او دو بارفان وديك البارفان اللي صفراء، وكاينه اللي خفيفه الصيف في الغوز، وكاينه اللي بيضاء، وحتى ديك اللي بيضاء كامله زوينه بزاف 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 البنات، ولكن هي او تواليت ماشي او دو بارفان، ولكن مزيونه كمان، وكل وحده بطبيعه الحال والثمن ديالها. هادي زوينه ونهار اللي غادي تسالي ان شاء الله نحاول ناخذها واخا غاليه، ولكن لا ماشي انا بفلوسي، نحاول نقنع شي وحدين مراد ياخذها لي، ولكن يمكن ما ناخذش هادي، ناخذ شي وحده اخرى ان شاء الله، ولكن حتى تسالى دابا توت فاسو تسالينا من البارفانات، خلي هادي ديجا عندي بزاف حتى تسالو. عندي هاد بالونسياغا باري، الله ما عرفت كي كتقرا هادي، انا غادي يبان لكم السميه بنت لكم ما عرفتش. المهم بالونسي سياغا باري، هاد لا مارك كدير وقيله 1000 درهم ولا ما عرفت، حيت شفت في الانترنت، انا شفت سوغ انترنت لقيتها وقيله بديك 1000 درهم ولا، عطاتها لي صاحبتي هادي سكينه، كنوجه لك تحيه من هنا ميرسي بوكو بزاف ديال الشتوى ماشي الصيف، هي مجهده بزاف هادي مجهده بزاف، ولكن الشتاء راه كتسلك مع شويه ديك الريح وهذا غادي تمشي وكيبقى الخير، هذه مزيونه. ولكن بالنسبه للكادو ما ننصحكمش ديروها لاي بيرسون الا لي بيرسون اللي كيعجبو لهم لي بارفان مجهدين 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 مجهدين، حيت هذه مجهده فريمون مجهده بزاف، كتشوفوا ما اوتيليزيتهاش بزاف باسكو انا من النوع اللي ما كيعجبونيش بزاف لي بارفان اللي مجهدين، مي زوينه. شكرا سكينه. ودابا معاكم هادي شحال مزيونه وصغيره، ولكن خدا لي لا طاي ماشي كانت كبيره حيت كنسحاب له كبيره، وفي الاخر خدا 30 مليلتر، شحال كدير وقيله 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 الا ما كذبت عليكم كانت شي 40 نقولوا حنا 40 هكاك 400 درهم، وقيله تكون هكاك الا ما خليت لكم لوليا، ولكن الكبيره ديالها راه باينه غاليه اكثر، هذه راه صغيره شوفوا معايا يدي كيف دايره، ولكن حيوه شوفوا الباكاجين ديالها شحال مزيون
كتحمق هيدا تكون محطوطة على شي كوفوز كتجي زوينة والريحة يا البنات بحال ديك شي ديال إيفيدونس كتحمق 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 الريحة ديالها كحمقتني نسيتها بلي راهي عندي حيت انا جمعتها في الصيف كنت كنديرها خديتها معايا للمغرب كنت كنديرها هي هي واقيلا شبهها لي ملي كنا بغينا نهبطو المغرب الله اعلم مبقيتش عاقله زوينه البنات هادي زوينه بزاف المهم كنصحكم تاخدوها كادو قولي لكم هادي زوينه بزاف وحتى الثمن ماشي غالي بزاف الحجم ديالها هادي وكتبقى لو كترشي جوج رشات ماشي محتاجه ماشي بحال ديك البارفونات اللي كنا كنشريو في المغرب نشريو صاف 100 درهم 200 درهم ولا ديك التعميرات الصغيرين كنحمق عليهم كنت كنشري 20 درهم تعمري تعميره وفي نتاع اي بارفان هاد لا مارك اللي بغيتي كنا نقيلو نرشو وكنت كتبقى هذيك بعدا ديال التعميره كنت كتبقاو هذوك ديال 200 درهم 60 درهم وديك الشيء واعومي فيها ديك الساعه كتشميها تخرجي ما تبقاش تشدو حداك تتفاسو هذه اولمبيا كنصحكم تاخدوها زوينه بزاف عندكم هذه ديال كيلفين كلاين كيلفين كلاين كتحمق 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 مكتوب هنايا اوتيرنيتي مومو اوتيرنيتي مومو وي اوتيرنيتي مومو كيلفين كلاين هنايا لتحت هاد البارفان صراحه كنوجه لها تحيه للحمات ديالي الشاك فوا كتشريها بعدا راه كتبيعهم في المغازه ديالها في الحسيمه الشاك فوا كتشريهم سوغ انترنيت كتعطيني وحيده كنحمق على الريحه ديالها حيت كيكومونديهم لا مراد ومني كيكومونديهم لا ضروري كتقولي خلي وحده راسك كتحمق هاد البارفان عرفتي شحال خفيفه وصراحه الريحه ديالها احسن من هذه ايفيدونس ولكن الا الفرق بيناتهم هي ايفيدونس كتبقى بزاف وهذه ما كتشمش بزاف هذه كتشم بزاف وهذه ما كتشمش واخا خفافين بجوج مي ايفيدونس كتشم مزيان الحرب العالميه اللور مني لا حسن ما بغاش يسكت المهم زوينه بزاف زوينه بزاف زوينه بزاف بحال ديك النوع ديال ايفيدونس يعني ديك الريحه بحال ديك النوع ديال الروائح ما عرفتش واش الزهور ولا ديالاش ولكن زوينه بزاف البنات وسيرتو سيرتو رخيصه بزاف حيت سوغ انترنيت بعض المرات كنلقاوها غير 25 يورو وعرفتوا راه زوينه بزاف ودابا نجيو لي كوفري كنقولوا ياك المهم لي بواط شوفوا معايا هادشي شوفوا كيف حافظت عليها هذه جابها لي مرات كنت ولدت في السبيطار جابها لي لا يا ربي ما كنتش ولدت كانوا شدوني في السبيطار معها كان عندي ديك السكر ديال ديك ديابيت دو غروسيس ملي كتكوني حامله كاين ما كيجي طونسيون يا اما السكر يا اما ما كيجيك والو المهم على حسب كل واحد انا كان جالي السكر وملي شدوني في السبيطار كنت كنقول داك الريجيم ديال السكر نسيت كان يعني الانتزاز ديالي كنت حامله وما كانش باقي لي بزاف باش نولد لا يا بك بزاف باقي ما كانش بزاف باقي لي شهر ودير لي كبيره ديجا يعني على نفس 4 كيلو ما خصنيش يكون عندي هكا ديك الكيلو كامل باسكو انا ما زدتش ولكن البيبي هو اللي كيزيد صافي ومن بعد شدوني في السبيطار واحد يومين باش نضرب بنزين ديك الريجيم وصافي كنت قطانه وملت ما عجبنيش الحال ملي عندي مره جاب لي هذا الكوفري هذا الدولشي كافانا باسكو الريحه ديالو كتحمقني ديما وهذا نقدر نقول لكم باللي الريحه ديالو ديال الخشب 100% باسكو الريحه ديالها مزيونه بزاف وفيها هذيك الخشب باينه مخلط باسكو ديك الخشب كيعطي الهدوء وديك الكان ديال الشموع راكم عارفين على بغيت نهضر واخا ما كنعرفش نشرحها ها هي ما تضحكوش شوفوا معايا كتجي بحال هكا الصراحه مزيونه بزاف البنات وهذه وبقات فيا باش نضيعها الصراحه حيت فيها هي شويه الا جيتو تشوفوا غير الباكاجين ديالها كيبان كبير ولكن البارفان ما فيهاش بزاف المساحه اللي تما داخل راه بحال ما فيها والو تقولوا ها كتجي بحال هكا الصراحه مزيونه والريحه ديالها كيف قلت لكم الصراحه مزيونه بزاف الريحه ديالها مزيونه بزاف هذه ما عرفتش شحال باش خداها ولكن كيف قلت لكم الا قلبت لكم على لوليا راه نخلي لكم ولكن توت فاسو راه دولسي كافانا كيكون الثمن ديالهم طالع شويه هذه اللي جاب لي ديال 30 وقيله ما مكتوب فيها والو وقيله 30 حيت البرودوي ديالو وفيها هاد لا كريم ديال الجسم حتى هي فيها هذيك الريحه ديال دولسي كافانا مجيونه بزاف راه عامر ما اوتيليزيتهاش كنقول عرفتوا كيف كندير لها انا لهذا وحتى ليفيدونس عندي ديك لاغام ديالها كامله ديال لي كريم وهذا اي رجلي مات ليا يلا طيف كيف كندير لاغام ديالها بحال هذه ناخذ من هذيك النقيطه ديال لا كريم وهذا ونديرها على عنقي باغ اكزومبل ونرش عليها البارفان كتبقى لك البارفان بزاف بزاف كثر من اللي كتعطي المفعول كثار وهكا كندير حتى ليفيدونس عندي لاغام ديالها كامله وكنبقى ندير يعني جيل دوش ديالها ملي كندوش ماشي ديما طبعا وكندير لا كريم ديالها يعني هادشي الاغلبيه كنديرو في الصيف
باش هكا حيت كتكونوا كتلبسوا هكا وهذا يعني ريحه ديال اليدين كتكون زوينه، ريحه ديال الجسم كتكون عطيره، وبطبيعه السفر كنكونوا كنعرقوا وهذا دونك خاص الريحه تكون مزيونه، وداك الساعه ملي كترشي بافا كتبقى احسن. فوالا فوالا بالنسبه لهذا الكوفري صراحه زوين بزاف، وكنصح اي بنت ديرو كادو زوين بزاف، واحسن كادو انا كنقول بالنسبه ليا انا يجيني هذا الكادو راه زوين بزاف. وعندي واحد ثاني هو هذا، وهذا ديال جون بول غوتيه ما عرفتش علاش عندي واحد المشكل ما كنطقش الاسماء مزيان، حيت كيبقاو لي في عقلي بواحد الطريقه الغلط كنبقى نطقهم ديما حياتي كامله هكاك واخا نشوف سميه انايا جون بول غوتيه. المهم توت فاسون عندي هاد البارفان اللي دارتها لي ما بيل سوا في هاد البارفان هادي، وصراحه انا ماشي ما كيعجبونيش بزاف البارفانات المجلدين بحال هكا، ولكن بالنسبه للشتوى صراحه انا هاد البارفانات يعني كنحتل عليهم، يعني ما كنديرهمش ما كنبقاش نديرهم دائما دائما دائما، باش هيدا ما كيتسالوش، كيكونوا الباكاجين ديالهم زوين وكلشي ديالهم زوين، وفيه هنايا واحد جيل دوش، هذا جيل دوش وهذا لا كريم ديال لا كريم ديال الجسم، ومن تما كترشي هاد البارفان. صراحه زوينه بزاف، هي زوينه ماشي خايبه، ولكن مجهده شويه، وانا ملي كنرش هادو في الصيف مثلا كنرش بحال هيدا في الصيف كتجيني بحال شي حاجه باغا نتقيا، ولا شداني الدخان ما عرفتش علاش، ولكن كتكون واحد الحاجه اللي مجهده عليا. الوغ شنو كندير بحال هادي، يعني هادشي اللي اوتيليزيتو هنايا كامل اوتيليزيتو في واحد الشتيوه، كنرشو على الحوايج كنخلي ديك الحوايج حتى الماكيي ونكمل، ملي كنمشي نلبسهم كنلقى فيهم واحد الريحه زوينه، هذا هو الحل اللي كندير. ولكن ما نقدرش نرشهم هكا باسكو غادي فريمون الا كنت غادي نمشي من اللور في الطوموبيل ولا نجلس مع شي واحد كيسوق غادي ندوخ والله حتى ندوخ، يعني هي هادي شويه مجهده. وصراحه هاد لا مارك راه كلشي كيعرفوها وكلشي كتعجب لهم، ولكن على حسب الاذواق. وصافي هذه هي الاخرى، ما سخيتش بكم ولكن ما خصنيش نطول عليكم في الفيديو. ايوا صافي البنات، هذا هو الفيديو ديالي اليوم اللي وريت لكم فيه لي بارفان ديالي، درت معكم شويه ديال الشيكي، شوفوا لي بارفان ديالي كنضحك معكم، ماشي بصح ماشي بصح ماشي بصح، غير بغيت نشارككم هكا حيت صراحه بغيت نبدا واحد الفيديو، وقلت شنو غادي ندير لكم فيديو الماكياج، ما كنلاحظش بلي كيعجب لكم يعني الماكياج وهذا، باسكو كنشوفش بلي كيديروا شي ليفو بزاف، وقلت شنو غادي ندير اخر. الروتين ديال النهار ما عنديش، ما درتش شي حاجه اليوم الوغ ما لقيت ما ندير، قلت شنو بالمناسبه انت دابا كاين يعني كاين العام جديد وكاين هذا، وفي نفس الوقت منها واحد الفيديو جديد يكون في القناه انني نوري لكم شي دي برودوي ديالي، ثاني فيديو اخر نوري لكم لي برودوي اللي عندي واللي كنستعمل ولا المفضلات اللي عندي وهذا وهذا، غادي ندير لكم. وبيان سور لقيتوني كنفكر كنت جامعه واحد الساك كنحط فيه المسائل اللي ساليتهم واللي عجبوني، بغيت ندير لكم فيديو لقيت ما تماش شي حاجه بزاف اللي كثيره اللي غنهضر لكم عليها دابا، وقلت راه نبدا بلي بارفا ولا انا الاعجاب ديالهم بيان سور غادي يقولوها لي. وبيان سور ما غاديش نطول عليكم الفيديو، عجبني بزاف حيت رجعت نحط الفيديو في القناه ديالي، وكنتمنى تشجعوني كثار، وقبل ما تخرجوا من الفيديو تشتركوا في القناه ديالي باش هكا تشجعوني الصراحه، وما نغيبش عليكم ونبقى ديما نعطي لكم في الجديد. الا درتو جيم ما تخسروا والو، الا عجبكم الفيديو بيان سور، انا ما جو سوي با داكور يعني بنادم يدير جيم غير حيت بغى يدير لي جيم ليلي، نو الا عجبكم الفيديو ديروا جيم، باسكو هكا انا كنعرف من الفيديو واش هاد النوع ديال الفيديو راه كيعجب لكم ولا لا. وبيان سور الا كانوا عندكم شي تساؤلات ولا بغيتوا مني ندير لكم واحد فيديو اخر نيزيتي با، ولقيتوني كنفكر بغيت ندير لكم فيديو المقبل ان شاء الله يكون على الملابس، كيف غادي ديروا تنسقوا الملابس ديال الشتوى، وشنو مثلا بحال لوكبوك ولا شي حاجه هكا. صراحه كيكون عندي ديفيسيل نصور في الدار باسكو اخر لوكبوك درتو ب ب ب ب بجنون، باسكو نهار اللي كنعيط لمراد كنقول له خذ لي فيديو حيت هو الوحيد اللي كيصورني في الدار، يعني كنقول له شد لي وهذا كيبقى يشد بواحد الطريقه، وخاصني نخاف نقول له لا ما تشدش هكاك وهذا، يقول لي هاك الكاميرا ديالك وخليني، الو كنخليه وكنكون مفخوسه واخا ما بغيتش يعني ديك النوع ديال التصوير، ويلا تعوجتي هكا يقول لك ما كتعوج راكم عارفين. المهم تتفصل بلا ما نضحككم كثر، يعني الا بغيتو مني ديك لوكبوك غادي نطلب صاحبتي في الخدمه ولا شي بنت تكون جالسه معايا في بوز في الوقت الغداء وهذا، نكون نهار نمشي بلبسه وتصورني وهذا وهذا، ومن بعد غادي نطلعكم. المهم ما تخافوش عليا باللي كومونتير، وعافاكم اشتركوا بالقناه باش نوصلوا لديك 1000 داكوغ داكوغ، كنبغي نقول شي حاجه وكتمشي لكم كنقول داكوغ. والمهم البنات يلا تهلاو لي فراسكم بزاف.